انما احنا فعلا وحتى السنه اللي الدوري يا فاتت كابتن خسرناه. انا بس بحب اوضح حاجه يعني، حتى الدوري خسرناه كان يعني بشرف، يعني مباراه فيصل دي بتبقى وفرق جون بتبقى يعني الواحد بيبقى فيه توفيق، يعني قرار حكم قرار لاعب. بس يعني قصدي اقول انه كان موسم يعني بالنسبه للولاد الصغيرين كان موسم الحمد لله، يعني ببطوله واداء كويس. ابتدينا الموسم ده الحمد لله ربنا كرمنا ببطوله ابطال الكؤوس، يعني كانت بدايه جيده جدا، بطوله جيده، كان مشارك 8 فرق يعني جيدين، لعبنا بطوله بره في ظروف صعبه كورونا. اتكلمنا عن البطوله وتحدياتها والمكسب بتاعها. طبعا البطوله زي ما حضرتك قلت كده، رغم اعتذار بعض الفرق التونسيه او الفريق التونسي انه بيبقى موجود، انما البطوله صعوبتها كانت في الوقت بتاعها. بطوله افريقيا جايه لك في بدايه فتره اعداد، الولاد لسه راجعين، انك تبتدي تلعب بطوله افريقيا عدد 8 ماتشات في 14 يوم صحيح. وقت صعب جدا، كنت دايما دي لازم تبقى في نص سيزون على الاقل، يعني دايما البطولات بتجينا يا اما في شهر 4 او في شهر 7 بتبقى انت بتفنش بيها السيزون، انما هي البطوله جت لنا صعوبتها كلها انك جايه لك في اول خلي السيزون، خلي بالك هي مهمه كانت جايه بعد الاولمبياد، مهمه كمان عشان تحجز مقعد في السوبر السنه اللي بعديها، اكيد يعني طبعا. بطوله بجميع المقاييس مهمه. البطوله طبعا زي ما قلت كده موضوع الكورونا، احنا كنا قاعدين في فندق 14 يوم بنخرج دلوقتي نروح التمرين نرجع نروح الماتش. الفرق الافريقيه تطورت بشكل كبير جدا سواء على مستوى الرجال او السيدات، كان معانا الفريق المغربي تقريبا متجمع فيه افضل العناصر كلها في فرقه وداد سماره، كان معاه مدرب المنتخب هو المشرف على الفرقه في البطوله. فريق انجولا جاي تقريبا بالمنتخب ما عدا عنصرين المحترفين في اوروبا. لا كانت بطوله السيمي فاينل والفاينل كان مستواهم قوي، الحمد لله ان احنا قدرنا نسعد جماهيرنا وان احنا نرجع البطوله تاني بعد بعدها عن النادي الاهلي لمده 3 سنين، فالحمد لله كانت بطوله والاهم جيدة. كمان ان حجزت مقعدك السنه الجايه، يعني يمكن الطرف الثاني ما تحددش، لان بطوله دي كانت استقبال حضراتكم في المطار بعد الفوز ببطوله ابطال الكؤوس، وطبعا مجلس الاداره والاستاذ العام فاروق كان رئيس البعثه، والحقيقه الراجل يعني كان سعيد جدا بانجازكم. لا وكان له دور بصراحه جميل جدا، يعني ما كان معانا لحظه بلحظه، ما سابناش دقيقه، طبعا 14 يوم احنا ما بنتحركش من الاوتيل وهو معكم، كان بيتابع كل ظاهره كبيره. مجلس الاداره طبعا برئاسه الكابتن الخطيب كان يوميا على اتصال مع الوزير العمري بالبعثه، بيتابعونا دعم من اعضاء مجلس الاداره من قبل ما نسافر، الكل كان متشوق ان بطولات افريقيا ترجع تاني. الحمد لله ان الولاد قدروا يسعدوا جمهورهم ان احنا نجيب البطوله، بطوله عزيزه على النادي الاهلي، وجت في وقتها الحمد لله. ولما رجعت يا كابتن انا اتصلت بحضرتك كنت عايزك تشرفني في القناه، قلت لي لا انا مش هاجي لان طبعا احنا مركزين عشان مباراه السوبر الافريقي. والحقيقه السوبر الافريقي احنا دخلنا بمعنويات عاليه جدا، وكان اكيد حضراتكم نفسكم تسعدوا جمهور النادي الاهلي. ايه اللي حصل ملابسات المباراه وايه اللي حصل؟ لا هو طبعا كان فيها كذا عامل، انما احنا كنا مستعدين جدا، انما احنا حصل عندنا اصابتين مؤثرين جدا، ان احنا طبعا ما بنحبش نطلع نقول في الاعلام اسباب او تحكيم او لان احنا طبعا مقنين النادي الاهلي بمنحدر، يعني اي حد بيلبس التيشيرت الحمراء هيقدر يعمل زي احسن لعيب في الفرقه واكتر لعيب خبره، انما احنا الجانب اليمين كله يعني محسن طبعا لعيب تقيل، الباك رايت بتاعك عمر كاستيلو الوينج رايت بتاعنا الاساسي، اتنين يغيبوا منك في وقت قاتل قبل البطوله وهدافين وهدافين والاثنين اساسيين آه. ويمكن اصابه محسن في الماتش السيمي فاينال، محسن كان عامل بطوله عاليه جدا، كان في التوب فورم بتاعته في الماتش السيمي فاينال، ويمكن انا بوجه له التحيه من برنامج هنا تاني مره، يعني هو اصيب في السيمي فاينال ويمكن ما حسش بالاصابه، هو على كوعه بالليل كوعه ورم، كان عنده اصرار غريب جدا ان انا هلعب، يعني هلعب هلعب الفاينل وهلعب الفاينل، كان عنده كسر في الكوع وقال لك لا انا هربط والعب. طبعا احنا مع طبيب قلنا لا، كان في ريسك انه ممكن يلعب بطوله ماتش السوبر، انما احنا طبعا قلنا لا ما نقدرش، سلامه اللاعب اهم، انما تاثيره كان وغيابه قوي، رغم ان احنا طبعا قدرنا ان احنا نجيب انخل الباك رايت يلعب معانا